وأثني بوصية ثانية. أنا وأنتم بحاجة إليها، وهي ضرورة الرسوخ. يا طالب العلم، يا أيها الداعية إلى الله، ضرورة الرسوخ في علم اللغة العربية. لا بد من الرسوخ في علم اللغة العربية. إن كنت ترجو وتطلب وتروم أن تكون من المبرزين في علوم الشريعة، فإن الركيزة المهمة في ذلك أن تكون متمكنا في علوم اللغة العربية. ومهما تأملت في سير العلماء الراسخين، فإنك لا يمكن أن تجد عالما راسخا إلا وهو متمكن في لغة العرب. القرآن والسنة نزل وجاء بلغة عربية فصيحة، فلا يمكن أن تفهم الشريعة كما ينبغي، لا يمكن أن تحيط علما بكلام العلماء إذا كنت ضعيفا في اللغة العربية. مهما استطعت أن تتبحر فلا تضن على نفسك ولا تبخل على نفسك، أكثر من القراءة في علوم اللغة العربية. ليس النحو فقط، اقرأ في النحو، اقرأ في الصرف، اقرأ في علم مفردات اللغة. اجعل بجوارك مثلا المعجم الوسيط الذي ألفه مجمع اللغة العربية في القاهرة، فإنه كتاب يفيدك. أي كلمة تمر بك وأنت لا تعرف معناها أو تتشكك في معناها، افتح هذا الكتاب واقرأ. مع الوقت سوف تكون على حصيلة جيدة في اللغة. اجعل هذا الكتاب قريبا منك ولا يعني تستثقل النظر فيه، المعجم الوسيط أو المصباح المنير، المهم من هذه المعاجم المختصرة، اجعله قريبا منك واقرأ كثيرا فيه. اقرأوا أيضا في كتب الأدب، لا بد أن تسمو أساليبكم وترتقي، وهذا إنما يكون بقراءة كتب الأدب، وسواء كان ذلك في كتب الأدباء المتقدمين أو في كتب الأدباء في العصر الحديث، يعني في الطبقة التي كانت في القرن الهجري الماضي، فكان هناك طائفة من الأدباء أسلوبهم راق جدا ويكسبك خزينة وحصيلة لغوية وأدبية جيدة. فالمهم أنك تبحر في علوم اللغة ما استطعت، وتتمكن في علوم اللغة ما استطعت، وسيعود هذا عليك بأثر عظيم في فهم الكتاب والسنة وكلام العلماء. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والإعانة، وأن يجعلني وإياكم من العلماء العاملين الداعين إلى الله عز وجل على بصيره.